تغزلاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دوزيام اني كوليج في الدرس الجديد اللي كامل كتسول عليه البروبليم. دونك الاخوان هذه اول حصه. شوف غير حيد ديك الفكره ديال البروبليم صعيبه ما الاول، ثق بيا غتكمل الحصه كنواعدك غتخرج فاهم اكثر من هذا، غتولي عندك لي تكنيك المهاره كيفاش تخدم بروبليم. ثق بيا ولكن تكمل الفيديو، وعدني تكمل الفيديو نوعدك غادي تفهم باذن الله عز وجل. قبل ما نبداو خوتي ما تنساوش عاد رقم واحد المغرب، غتلقاو الواتساب ديال الفوج رقم 8، غتلقاو لتحت صيفطوا كلمه بسم الله مع الثمن ديال التسجيل باش تدخلوا مجموعه الواتساب، يكون عندكم حصص مع الاستاذ، تاخذوا لي سيرفيس في الدروس ديالكم لي بي دي اف مع التصحيح ديالو مع الاستاذ، ثم يكون عندكم الامكانيه ديال التواصل في الواتساب مع الاستاذ طيلة الاسبوع باستثناء يوم الاحد، ثم تستافدوا من الخاصيه ديال البريباراسيون لي كونترول ديالكم. برنامج الحمد لله متكامل رقم واحد المغرب بفضل الله سبحانه وتعالى. يلا الاخوان، يلا اول حاجه غنبدا بها، وهذه راه قلتها للتلاميذ ديال العرض، قلت لهم على المستوى النفسي ديالكم. كنتو في الابتدائي كتسمعوا مساله كتبقاو تخلعوا، ويري صعيبه ناري ما كنفهمش مساله. الشباب مساله اضرب عليها، حنا ورا الدراري فاهميني، حنا عندنا قصه ماشي مساله، قصه زوينه ولدي، غنقراوها وغنجاوبوا على واحد السؤال غيكون صغير لتحت صافي. ما عجبتش قصه قول ستوري، متفقين؟ اللي حبيتي. مهم بروبليم صعيبه مساله لولو هي قصه ولدي، اجي تقرا معايا القصه. كيعطوني واحد القصه تيقولوا لي كريم مشى لهادي، عبد الرحمن شرا كذا، هاجر هادي، كنقراوها زوينه وكنجاوبوا على واحد السؤال. غير داك السؤال باش نجاوب عليه كيكون واحد لازيطاب غتشوفهم وغتفهمهم، ثق بيا. يلا كمل معايا، يلا نبداو اول قصه. سفيان اللي هو انا اشتي ان ليفغ. الاخوان ملي كنكونوا ملي كنبداو هذا الدرس، كيقول لكم الاستاذ في المدرسه اول مرحله هي قراءه المساله قراءه متانيه. هذه الخطوه بزاف ديال التلاميذ كيتغاضوا عليها، وهي اهم خطوه كاينه، ماشي الخطوه اللي كتعرفوها شوالا كوني انا نجيو ليها، لا، خاصك اولدي تقرا قرايه اللي غتفهم بها دماغك، والقرايه اللي غتفهم بها دماغك كتشرحها لراسك بالدارجه بلغتك اللي كتواصل بها، متفقين؟ ودقه دقه وكتقرا الكلمه بالكلمه. وركز معايا، سفيان هو انا، صافي فهمتي سفيان؟ ما عندي ما نزيد نشرح فيها، الا ما فهمتيش عاود تقراها معلم. ا اشتي اشترى، شنو؟ مرسي سفيان. كنديروا الوساخ قصه كنتفاعلوا. سفيان اشتي ان ليفر، شرا واحد الكتاب، صافي ان ليفر. اي ان كارطابل، ما كنعرفش نرسم. اي ان كارطابل، انا ما كنعرفش نرسم، ها هي كارطابل. شرا ليفر وشرا كارطابل او بري دو 160 درهم، شراهم بالثمن ديال 160 درهم. ركز معايا يا بطل، دابا هو شرا ليفر ال اي ليفر وشرا كارطابل سي ا، قال لك المجموع ديالهم اسمع اي ان كارطابل او بري ثمن 160 درهم. شو دابا انت عاش كدير غير هاد الثلاثه ديال الجمل فهمتي القصه علاش كتهضر وكتقول لي مساله صعيبه انت بديتي كتخدم. ركز، سي سفيان شرا كتاب راه هو وشرا كارطابل محفظه، شراهم 160 درهم، واضحه. دابا السؤال اللي كيدور في بالك، بشحال في نظرك شنو غيسولوني؟ غيقولوا لك بشحال شرا الكتاب ثمن، ويقول لك بشحال شرا الكارطابل. وركز معايا نشوفوا الجزء الثاني، قرا ديتيرميني لو بري دو ليفر اي دو كارطابل، قلتها لك ولا ما قلتهاش لك؟ حدد الثمن ديال ليفر والثمن ديال الكارطابل. شي واحد يقول لي وانا باش نعرفها، هو دفع المول المكتبه 160 درهم، يقدر يكون ليفر شراه ب 60 درهم والكارطابل 100 درهم، يقدر يكون ليفر شراه مثلا ب 80 درهم والكارطابل 80. اذا كاين بزاف ديال الاحتمالات، كاين ولا ما كايناش، ولكن كاين واحد المعلومه غتساعدك. ركز، قال لك ساشون كو بحيث لو بري دو ليفر الثمن ديال الكتاب اي انتيير الثلث، وهنا الشباب انتيير دو بري دو كارطابل، الكتاب الثمن ديالو كيدير الثلث ديال 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 الكارطابل. كيفاش البلان ديال الثلث؟ هنا غنعطيكم بعض المفردات ضروري تقيدوا عليهم، تقيدوهم عندكم الشباب. ملي تنقولوا انتيير هادو غنحتاجوهم في لي ستوري، الله يرضي عليكم. انتيير هو واحد على ثلاثة، دو تيير، يلا زيد كمل معايا معلم، جوج على ثلاثة الثلثان، صافي. ملي تنقول اخوتي لا مواتي، لا مواتي هي واحد على جوج، العكس ديالها تنقولوا الدوبل، دوبل روشارج،
كنضربو في جوج سي بون. مي تنقولو اخوتي تريبل تريبل كنسمعو في الاشهار تيفرعو لنا راسنا بالاشارات تريبل. دونك كنضربو فاش في ثلاثة. كاينه حاجه اخرى انكار انكار اباطال هي الربع واحد على أربعة. هادو غتحتاجهم بزاف. ان تيير واحد على ثلاثة، دو تيير رجع ثلاثة، لا مواتي ان سور دو، دوبل كنضربو في جوج، تريبل كنضربو في ثلاثة، وان كار هي ان سور كاتر. عقل عليهم وسجلهم عندك. رجع معايا دابا القصة، رجع معايا القصة. اسمع ولدي، قال لك بأن الثمن ديال الليفر هو الثلث ديال الثمن ديال الكارطابل. يعني اش كيعني هذا؟ ركز معايا، كيعني أن الليفر، والكارطابل ما عندهمش نفس الثمن بطبيعه الحال. هذه راه ماشي كارطابل، راه درتها انا بحال هكا. شوف انت الا بانت لك مسجله، بانت لك طوموبيل، المهم راه فهمتي كارطابل. ال اي ليفر سي ا كارطابل. دابا ركز معايا، قال لك ثمن الليفر هو الثلث الكارطابل. اش كيعني هذا؟ كيعني مثلا الا كان الكارطابل، الثمن ديالو هي مثال 150، شحال يكون الثمن ديال الليفر باش نعرف؟ ثلث، 150 شناهي؟ انقسمها على ثلاثة. شوش حيت هو قالك الليفر الثمن هو الثلث الكارطابل. يعني الكارطابل كان 150، يعني الليفر هو الثلث 150، سيتادير 150 ديفيزي باغ 3 لي 50، فهمتها؟ ولا نفرض سيدي مثلا الكارطابل الثمن ديالها 120 مثلا، شحال غيكون الثمن ديال الليفر؟ الثلث كيف ما قلنا، يعني ان سور 3 معلم. 120 قسم على 3 شحال؟ هي 40. اذا الشباب لاحظوا، منين كتعرفوا الثمن ديال الكارطابل كتقدروا تعرفوا الثمن ديال الليفر. ولكن طرا لنا واحد الاشكال، شكون اللي قال لك اولدي الثمن ديال الكارطابل 150؟ شكون اللي قالها لك؟ وشكون اللي قال لك الثمن 120؟ حنا قمرنا ينيشنا. دابا الاخوان وقع اختلاف بيناتنا، انت كتقول 150، انت تقول 120، الاخر تقول 70، الاخر تقول 200. الحاجه اللي كان اختلفوا فيها كنسميوها اكس، اللي هي الله اعلم. معنيتها الكارطابل اش غنسميها؟ نسميها اكس، اكس لانكوني. وهنا دابا غنوريكم لي تكنيك، وهنا غنتعلموا اول حاجه هذاك المجهول اللي كيسولني عليه كنمشي نسميه اكس، كنسمي اكس للاشاره. ممكن تقول الكارطابل اكس، ممكن تقول حتى الليفر اكس، غير هو على حساب. الا قلتي الكارطابل اكس شنو غيكون الليفر؟ كون ناضي. شنو قلنا الليفر؟ ثلث. كيفاش كننتقلوا من الكارطابل الليفر؟ كنقسموا على 3 ديفيزي باغ 3 تعطينا هذه، كنشدوا 120 ديفيزي باغ 3 تعطينا. دابا اكس لا ديفيزي باغ 3 شنو تعطيني؟ اكس على 3. بكل بساطه اذا الاخوان، هاد الثمن ديال الكارطابل وهاد الثمن ديال الليفر، متفقين؟ هادشي كامل الوسخ. معنيتها الكارطابل هي اكس والليفر هي اكس على 3. هي ابخي الا جمعنا هذا مع هذا شنو خصو يساوي؟ خصو يساوي 160. علاش؟ حيت هو قال لك شرا الكتاب وشرا الشكاره ديالو بثمن ديال 160 درهم. اللي بغيتكم الشباب في هذه اللحظه تكونوا شديتوه هو التكنيك، المهاره، كيفاش انني نحلل القصه ديالي، كيفاش ندير الوسخ، كيفاش نهضر مع راسي ونفهم. متفقين؟ هما تيقولوا لك الليفر هو انتيغ ديال الكارطابل، يعني الكارطابل كان اكس، الليفر اكس على 3. تخيل كون قال لك الليفر الثمن ديالو هو الدوبل الكارطابل. تخيل الدوبل وكون ناضي. يعني الا عطيتي الكارطابل اكس شنو غتعطي الليفر؟ معلم جوج اكس، انت ناضي، انت اسطوره. تخيل الا كان مثلا قال لك الثمن ديال الليفر هو التريبل ديال الكارطابل، تريبل. انت ملي كدير 10 درهم عند اتصالات كيضربوها لك في 3، هي 60 درهم، هي 30 درهم، جربوا في 3. اذا الا كان اكس هو الكارطابل شنو غيكون الليفر؟ اذا كان مثلا قال لك تريبل، اذا 3 اكس، متفقين؟ وتخيل معايا مثلا قال لك الثمن ديال الليفر هو لا مواتي ديال الكارطابل. شكوا لا مواتي؟ قسمه اثنان، واحد على جوج. اذا شنو غادي يكون الليفر؟ اكس سور دو. واش واضحه الشباب؟ اذا على حساب اش كيقول لك انت راه كتخدم، متفقين؟ اذا هذا الشيء كامل كيبقى هو الوسخ، فهمنا من خلاله كيفاش نحلل القصه ديالي. دابا كي غنجاوبوا على السؤال، ها لي زيتاب. دونك اول ايتاب تنقولوا الشوا، راه قلتها للدراري، شوا لانكوني اللي هما القطبانه ولدي، شوا لانكوني اللي هي اختيار المجهول. اختيار المجهول الشباب دائما التقنيه ديالو هو السؤال. اسمع، كاين لو بري دو ليفر،
اي لو بري دو كارطابل. اذا هادو هما لي زانكوني. الكيستيون هو لانكوني عقل. اذا لو بري دو ليفر شنو سميناه؟ ليفر عطيناه شنو؟ عطينا اكس على 3 والكارطابل شنو عطينا؟ اكس. غنبدا انا بالكارطابل. اذا اكس غنكتبو اكس لو بري دو كارطابل متفقين ثمن المحفظه اكس على 3 حيت عندي دو زانكوني حيت هما سولوني على جوج حوايج. اكس على 3 لو بري دو ليفر سابو. غنمشيو للخطوه الثانيه اللي هي ميز اون ايكواسيون. سي كوا ميز اون ايكواسيون؟ سي تادير وضع المعادله. المعادله شنو هي التكنيك؟ اذا كان شوا لانكوني التكنيك ديالو هو الكيستيون، الوضع المعادله التكنيك ديالو هو ترجع ترجم لا فراز اللي عطاوك، رجع ترجمها. هو تيقول لك ديتيرميني لو بري دو ليفر اي دو كارطابل. اسمع اسمع الكود. ساشون كو لو بري دو ليفر اي ان تيير دو بري دو كارطابل، هادي ساعدتك باش دير لانكوني. مي ها لا فراز سفيان اشوتي ان ليفر اي، يعني يعني سفيان شرا ليفر اللي هو اكس على 3، شنو كتعنى الاخوان؟ اي هي بلوس. هنا بعض الكلمات ملي نقول لك اي كتعني زائد، صافي. ملي نقول لك ايغال كتعني تساوي. ملي نقول لك اوبتيان، اوبتيان سي تادير كنحصلوا على. نقول لك اوبتيان ا كتعني تاهي تساوي. عقل على هاد المفردات متفقين. مازال غادي نخدموا. راه شوف راه غندير لكم ان شاء الله شي ثلاثه الحصص خاصين غير بالبروبليم. ما عمرها كانت في اليوتيوب وما كانت في فيسبوك. ثلاثه الحصص الاهميه ديالهم باش ما يقول لي شي واحد استاذ راه كيمشيو لي ثلاثه نقاط بغي نجيب 20 وزيرو معنا. اذا قال لك لوب ليفر والكارطابل شراو 160. اذا الثمن ديال الليفر زائد الثمن ديال الكارطابل شحال كيساوي؟ 160. صافي ها هي وضع المعادله. كنمشيو للخطوه الثالثه اللي هي ريزوليسيون، ريزوليسيون دو ليكواسيون. اذا الاخوان بعد ما كتحطوا المعادله كتمشيو كتحلوها. شي واحد يقول لي ويري انا ما دايش المعادله. اي ما دايش المعادله راه ما تمكنش تخدم هذا. هذا الشيء ضروري خصو نخدم معادلات. اذا انا غادي نوحدوا المقامات. اذا اكس على 3 شوف شوف اكس شوف كي غنوحد المقامات بالزربه هي 3 على 3 اكس. 3 على 3 اكس شتي كيوحد لها المقامات بالزربه حيت اكس راه المقام ديالو واحد. ضربتي في 3 لتحت ضرب في 3 لفوق. اذا 3 على 3 اكس و160 حتى هي غنوحد لها المقامات. دونك 160 المقام ديالها راه واحد. غادي نرجع للسطر صافي. غادي نضطر اخوتي باش نمسح هذا الجزء هذا باش نقدروا نكملوا. اذا غتبقى لي 3. دونك اكس زائد 3 اكس هي 4 اكس. ممكن نوحد المقامات ديال هاد 160 ممكن بلاش. ممكن ندير لا ريغل دو لانفيرس. دونك 4 على 3 اكس. دونك اكس زائد 3 اكس هي 4 اكس. دونك 4 اكس على 3. ابخي انا بغيت نحيد هاد 4 على 3 كيف ما شفنا في الدرس لي زيكواسيون هي اللي مبرسطاني كنضرب في لانفيرس. دونك كنضرب في 3 على 4 وتا انا خوتي غنضرب في 3 على 4 متفقين. اذا هنا غتمشي لي هادشي غتبقى اكس. رجع للدرس لي زيكواسيون كنتي مازال ما شتيش. 160 الا قسمنا على 4 قسمنا على 2 تعطيك 80. قسمنا على 2 عاوتاني تعطيك 40. 40 في 3 هي 120 صافي. وبالتالي الشباب دابا غادي يمشيو لاخر خطوه اللي هي كتسمى الفيريفيكاسيون اي انتربريتاسيون دي ريزولتا. دونك انا غنشرحها لك. الفيريفيكاسيون التاكد. فيريفيكاسيون اي كتجمع في خطوه وحده. كاين بعض الاساتذه يعني كيفرقوهم ماشي مشكل. الا فرق لك الاستاذ هذه دي فرقات انت. اي انتربريتاسيون دي ريزولتا. دونك شباب هانتوما ركزوا معايا. دونك الفيريفيكاسيون شنو هي؟ كنترجع للمعادله اللي حطيتي. هاد المعادله كتعاود تكتبها وكدير التعويض. كتعوض اكس بهاد العدد اللي خرج لك. دونك 120 على 3 زائد اكس شحال خرج لي؟ 120. وكتحسب هاد الشيء كتحسبو وغتشوف واش بصح يخرج لك. غيخرج لك داك الجواب. شنو هو الجواب؟ 160. دونك 120 على 3 راه هي 40. 40 زائد 120 شحال هي؟ 160. او معنيتها صحيحه يعني خدمت صح. تخيل مثلا عاودتي وما خرجلكش يعني راك ما حليتيش المعادله مزيان صافي. اذا كنمشيو دابا بعد ما درنا الادوات الفيريفيكاسيون انتربريتاسيون دو ريزولتا تاويل النتيجه. يعني خصنا نجاوبوا على السؤال. شنو هو السؤال وما هادو اللي كتكون حطيتي في لي زانكوني كترجع كتعاود تكتبهم كتكتب هذه الجمله. دونك لو بري دو كارطابل اي لو بري دو كارطابل اي شحال اكس اللي هو 120 متفقين. دونك 120 درهم. عاوتاني لو بري دو ليفر اي اكس على 3 اللي هي شحال؟ اللي هي 120 على 3 اللي هي شحال؟ اللي هي 40 درهم
صافي الشباب، اذا الله يجازيكم بخير. نتمنى طولنا شويه في البروبليم رقم واحد، ولكن اللي مهم دابا شكون التلميذ اللي استافد؟ هو اللي خدا التكنيك شوا لانكوني ملي كنجيبها من الكاستيون. متفقين؟ ميزون ايكواسيون كنمشي نترجم ليا القصه ديالي، قال لي هذا هو وهي زائد، كنمشي نترجم. ولكن قبل من هذا الشيء كامل كاين داك الوسخ، كاين المثال، كنهضر مع راسي كنفهم. متفقين؟ اما ريزوليسيون دو ليكواسيون مرحله الثالثه والرابعه ديك باسله، كتعرف تحل المعادله ومن بعد تقول اجوبه. نمشيو اخوتي دابا البروبليم الثاني. البروبليم الثاني وبغيتكم تدخلوا معايا البروبليم الثاني بنفس الحماس اللي انا داخل وكثر، علاش لا؟ يلا ركزوا معايا. لا سوم دو دو نومبر اي 100. شويه عليا ما ديش قرايه ديال التي جي في، ما كتفهم والو. دقه. لا سوم شنو هي لا سوم؟ وهنا كيف ما شوف كنعطيكم اخوتي انا دائما كنركز لكم على لي تكنيك باش تفهموا ماشي الاجوبه. لا سوم مي تشوف لا سوم عن فراغ دير بلوس. مي تنقولوا لا سوم يعني اش كتعني لا سوم؟ شي حاجه غنزيد عليها شي حاجه. ديما عقل، شي حاجه غنزيد عليها شي حاجه وغتساوي شي حاجه. ديما عقل هاد العباد. اوكي لا سوم ديال اش استاذ؟ دو دو نومبر اي 100. قال لك غنشد دو دو نومبر، دو نومبر حنا ما عارفينهمش. نومبر الاول غنقول لك ان واحد، نومبر ان، نومبر دو. مالهم ساكن هاد دو نومبر؟ مالهم غنشدو غنجمعهم؟ اي اي اخويا كتعني تساوي، بحال ايكال. اي مي نقول لك اي تيكال ولا اي بوحده كتعني تساوي. هاي تساوي شنو؟ تساوي شنو؟ تساوي 100. عرفتي دابا انت اش كدير؟ دابا انت عارف الورقه ديال الوسخ، عرفتي المعادله اللي غتحط، عرفتي 70%، يعني العدد الاول زائد العدد الثاني يساوي 100. دابا انت الاشكال اللي تدرك في راسك شنو هو العدد الاول وشنو هو العدد الثاني؟ مثلا واش غندير 40 زائد 60 ولا 50 زائد 30 ولا 20 زائد 80؟ حيت ديك لا سوم دو نومبر يقول لي ساهله، العدد الاول يكون هو 70 والعدد الثاني هو 30، حيت 70 زائد 30 هي 100. ولكن راه واحد السيد واحد اخر يقول لك لا، العدد الاول هو 60 والعدد الثاني هو 40 وراه المجموع 100. واش هذا صحيح ولا ما صحاش؟ كلهم صحاح، ولكن راه حتى وحده فيهم ما تكون صحيحه. علاش؟ حيت مازال ما كملتوش القصه. وركز شنو قال لك؟ ساشون كو لا، قال لك بحيث واحد من هاد الجوج سوا نومبر ان سوا نومبر لا احدهما، ساشون كو لا اتيغال او دو تيير دو لوتر، قال لك واحد منهم كيساوي الثلثان. دو تيير قلتها لكم قبيله الشباب، دو تيير، دو تيير سيتادير جوج على ثلاثه. قال لك اولدي واحد من هاد الجوج كيساوي الثلثان الاخر. كيفاش البلان؟ يعني اسمع، الا كان العدد الاول، الا كان العدد الاول هادشي الوسخ الاول هو 60، شنو غيكون العدد الثاني؟ دو تيير ديال 60. كون ناضي دو تيير ديال 60. حيت شنو قال لك؟ قال لك ساشون كو لا اتيغال او دو تيير، يعني واحد غيساوي الثلثان د الاخر. الا قلتي العدد الاول هو 60 شنو غيكون العدد الثاني؟ معلم دو تيير. شنو هي دو تيير ديال 60؟ يعني غنشد 60 وغنضربها بجوج على 3، ماشي نقسم على 3، نضربها بجوج ونقسم على 3. متفقين؟ شحال تعطينا؟ تعطيني 120 على 3 اللي هي شحال؟ اللي هي 40. ها انت لقيتي العدد الثاني، وفعلا الا جمعتي هذا مع هذا يعطيك 100. ولكن شي واحد يقول لك وباش عرفتي العدد الاول هو 60؟ علاش مثلا استاذ ما تقولش العدد مثلا، علاش ما تقولش مثلا العدد الاول مثلا هو 80؟ اي مثال اي معطيها الوسخ. نفترضوا شنو العدد الاول هو 80، الا كان العدد الاول هو 80 شنو يكون العدد الثاني؟ دو تيير، دو تيير ديال 80 شنو هي؟ هي 80 فوا 2 سير 3. متفقين؟ وغتحسبها هي 116 سير 3 160 على 4، ما تيهمنيش انا الجواب حيت دابا تكامل الوسخ. دابا انا اللي كيهمني كيفاش غننتقلوا من العدد الاول للعدد الثاني من خلال دو تيير، حيت هو قال لك العدد كيساوي الثلثان د الاخر. يعني الا كان هذا 60 الاخر 60 بجوج على 3، الا كان هذا 80 الاخر 80 بجوج على 3. ولكن الاشكال شكون اللي قال لكم الشباب هذا 60 ولا هذا 80؟ شنو قلت لكم قبيله؟ كاين اختلاف. الحاجه اللي كنختلفوا فيها شنو نسميوها؟ برافو عليك. اكس اكس الاخوان، العدد الاول هو اكس، الله اعلم. انت كتقول لي 60 شكون قالها لك؟ العدد الاول هو اكس، الله اعلم. اكس هي الله اعلم في الماط. اذا العدد الاول هو اكس، اذا كان العدد الاول هو اكس معلم شنو يكون العدد الثاني؟ برافو عليك، جوج على 3 في اكس، اكس نضربها بجوج على 3 بحال اللي درت هذا في هذا، هذا في هذا، دونك اكس جوج على 3. وبالتالي يا شباب بهذه الطريقه اللي درتو في الوسخ عرفتوا لي زانكوني دابا ولا ما عرفتوهمش؟ ها
ها لو بروميي نمبر شنو يكون معلم لو بروميي نمبر غيكون هو اكس والدوزيام هو 2 على 3 اكس قال لك السؤال هو كيسون سي دو نمبر شنو هما هاد الاعداد احنا غادي نديروا المعادله وغادي نجبدوهم اذا اول خطوه اخوتي اللي هي القطبان الا كنتو صايمين سمحوا لي تنشيكم شوا لانكوني اختيار المجهول اذا عندنا جوج مجاهيل حيت عندنا دو كاسيون وقال لك شنو هما هاد الاعداد اذا اكس لو بروميي نمبر العدد الاول جوج على 3 اكس لو دوزيام متفقين الشباب شوف راه خصكم تبدلوا الفكره ديال البروبليم اللي خرج من الحصه وتبدلات عنده الفكره ان البروبليم صعيبه وداك الشيء يكتب لي التعليقات باش نعرف التفاعل ديالكم واش هادشي كيوصل ولا لا صافي قول لي بصح استاذ راه ما بقاش عندي ديك الصعوبه راه بدات كت ولو غير 1% قول لي 1% دونك شو انا نكوني من بعد غنمشيو للخطوه الثانيه اللي هي ميزا ولدي ميز اون ايكواسيون اذا التقنيه ديال ميز اون ايكواسيون كنرجعوا للترجمه قال لك اسيدي في الترجمه لا سوم شي حاجه زائد شي حاجه اي كتساوي 100 شنو هي هاد الحاجه وشنو هي هاد الحاجه دو نومبر هما هادو بروميي هو اكس والدوزيام باطال هو 2 على 3 2 على 3 اكس وبالتالي خوتي غنرجعوا دابا للسطر باش نحلوا هذه المعادله اللي هي ريزولوسيون دو ليكواسيون متفقين اذا نحل المعادله سي طري فاسيل اذا غنوحدوا المقامات اذا غنوحد اذا هذه هي 3 على 3 اكس زائد 2 على 3 اكس كتساوي 100 اذا اكس راه هي 3 على 3 اكس صافي دونك وحدنا المقام على 3 باش من بعد غنجمع البسط مع البسط غنخلي هنا 3 مره وحده نخلي 3 راه يمكن لي نوحد السطر كامل على 3 الشباب دابا هاد 100 هاد 100 اللي كاين هنايا الا بغيتو توحدوا المقام وتضربوا على 3 هو راه ممكن دونك غنضرب هادي في 3 ونضرب هادي في 3 دونك كتولي 300 على 3 متفقين هنا 3 خليت 3 وغادي نجمع داك 3 اكس زائد 2 اكس ايش جمعتهم غنحيد 3 هو كان ممكن نحيدهم بحال هكا ولكن نوحد هنا 3 ابخي غتبقى لي 5 اكس كتساوي 300 صافي سيتادير اخوتي اكس غتساوي شنو 300 على 5 اللي هي الشباب اللي هي 60 برافو لك وبالتالي دابا غنمشيو اخر خطوه اللي هي مهمه خصنا نشوف اخوتي واش هادشي بصح ضروري الخطوه الرابعه اللي كتسمى اخوتي الفيريفيكاسيون التاكد فيريفيكاسيون اي لانتربريتاسيون انتر ميلانو انتر بريتاسيون تاويل دي ريزولتا تاويل النتيجه صافي اذا الفيريفيكاسيون كنرجعوا للمعادله كنعاودوا نكتبوها هذه كنعاودوا نكتبوها وتنديروا التعويض دونك اكس زائد 2 على 3 اكس كنعوضوا اكس كنعوضوها بهذا العدد اللي خرج لنا بطل دونك كتعطيني 60 زائد 2 على 3 في 60 الشباب هذا الشيء تحدي الا حسبتوا غتلقاو كيساوي 100 ديروا تحدي غتلقاو صحيح معناتها داك الشيء صحيح اذا غنرجعوا دابا لاخر حاجه انا غنكتبها غير هنايا اخر حاجه غادي نقول اخوتي دونك امسحوا هذه صافي لو برومي نومبر شنو هو لو دوزيام نومبر شنو هو دونك لو برومي نومبر اي اللي هو اللي كان عندي هو اكس اللي كان خرج 60 متفقين اي لو دوزيام نومبر اي 60 2 على 3 اللي هي 40 دونك حيت 2 على 3 اكس يعني 2 على 3 في 60 يعني هي 120 3 اللي هي 40 حسبها عادي اذا انت جاوبتي على الاسئله شاوش ما نطولش عليكم هذه الحصه الاولى مازال ندير معكم جوج حصص اخرين باش نضبطوا البروبليم ما يبقاش واحد في اليوتيوب والفيسبوك شي دور وصلوا هذا الفيديو البروف الوردي تم القضاء على البروبليم رسميا تم هزيمه رسميا تم حل المشاكل باذن الله عز وجل ماشي بشكل 100% ما نقول هو واحد النسبه ان الدراري بداو كيتفاعلوا مع البروبليم بداو كيفهموها بداو تيعرفوا لي زيطاب المسائل بداو حيدوا داك العقده النفسيه حس الدراري عندهم عقده بروبليم صعيبه من الخامس من الرابع جاي مسكين معقد من السابعه بروبليم صعيبه ان شاء الله تكونوا استفدتوا بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم كتبوا لي التعليقات ديالكم باش نعرف التفاعل واش هادشي وصل وصلوا هاد الفيديو الماكسيموم المغاربه التلاميذ المغاربه تصلوا لي فراسكم سوف تعرف رقم مغربي باغي ديفلوبي راسك في الماط باغي تخدم عندك برنامج عارض بسم الله
رقم واحد في المغرب مع البروف الوردي باش تدخل مجموعه الواتساب كون عندك حصص تواصل مع استاذ تاخذ لي سيرفيس تسال بريباراسيون الامتحان برنامج متكامل. رقم واحد في المغرب تلقى الواتساب لتحت صيفط كلمات بسم الله والثمن ديال التسجيل جاوبك الاخوان ثمن مناسب وتلتحق بنا. السلام عليكم.